إلى تواصل دوت كوم من جديد. مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين الكرام، البداية مع العناوين، وفيها اغتيال الناشط وسام الغراوي من البصرة بعد انتقاده إيران، وناشطو البصرة يعودون إلى التظاهرات ليلا. بعد ذلك ننطلق إياكم إلى اعتصام موظفي عقود الكهرباء في محطات إنتاج الكهرباء في ميسان، الذين يطالبون بتثبيتهم على بند الملاك الدائم وما من مجيب. بعد ذلك أعزائنا نتابع وإياكم أخبارا تداولها مواطنون بشأن أتاوات تفرضها سيطرات حكومية عليهم. أما الختام فسيكون مع جولة في شوارع واسط والبصرة، وكيف غرقت الشوارع بمياه الأمطار الغزيرة وسط غياب التجهيزات البلدية والاهتمام الحكومي بذلك. أهلا بكم من جديد. البداية مع خبر تداوله نشطاء قالوا فيه إن ميليشيات اغتالت الناشط وسام الغراوي من البصرة. لماذا؟ بعد انتقاده إيران. نتابع. وقفتي معهم أنا من هذا المكان أشكر الشباب وأزف البشرى للشعب العراقي وإلى باقي المحافظات أنه نحن الثواب في البصرة أتممنا ما علينا. رسالتنا إلى باقي المحافظات أن يثأروا كما ثأرت البصرة وأن ينتقوا من الأحزاب الفاسدة والحكومة الفاسدة وأن يسقطوا الحكومات، ونريد أن تسري الشرارة إلى قبة البرلمان الذين صعدوا بالتزوير. نعم صعدوا بالتزوير، وها هم أخذوا الجلسة الأولى وكل أحد منهم أخذ له مليارات وذهب بها الجلسة البرلمانية التي لم تطال أكثر من 25 دقيقة أو أكثر، أخذت من الشعب العراقي الكثير من المليارات. فمن هنا تشيع الناشط وسام الغراوي في أعقاب اغتياله أمام منزله بمحافظة البصرة. تشيع جنازة الشيخ وسام الغراوي، لقد تم اغتياله على يد بعض الخونة القتلة الذين لا يريدون تحقيق مطالب البصرة. الرجل طالب بأبسط الحقوق، رحم الله الشهيد البطل. هذه البصرة دائما تزب شهداء. مرتدو مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عن عودة التظاهر ليلا على شكل مسيرات جوالة تحديدا بمحافظة البصرة. دم هاي الشهداء الأبطال، دم هاي الشهداء الأبطال ما يضيع، دمك حمودي ما يضيع. لبيك يا حسين، الآن إلى متظاهرو البصرة الذين أغلقوا الطرق بالإطارات المشتعلة صباح هذا اليوم الأحد. نتابع. الآن نتابع وإياكم أعزائنا المشاهدين كيف أن مواطنا بصريا يلقي أبياتا شعرية يروي بها الحال الذي وصلت إليه مؤخرا محافظة البصرة وغيرها من محافظات العراق. نتابع. وين التصافي والفرح؟ وين التصافي والفرح والنهر ذاك الجاري؟ البصرة مو بصرة قبل يا أبو بلمع الشاري. وين التصافي والفرح
والنهر ذاك الجاري، البصرة مو بصرة قبل يا أبو بلا مع الشاري، للبصرة ما يلوق الحزن ثغر العراق الباسم، حبوب كلمتهم دوا والنعم من هالوادم، خطارهم يشبه حلا ولو رجع منهم غانم، بجفوفه شاير صوغته محمل تمر قنطاري، والبصرة مو بصرة قبل يا أبو بلا مع الشاري. هسه البنادق للأسف هي الحكم بين الأهل، هسه البنادق للأسف هي الحكم بين الأهل، والبعض باع مروته ولعبة صبح بين الدول، السياب لو بعد عدل كان انحنى طوله خجل، واحد يقاتل ديرته وناسه ويصيح ثاري، البصرة مو بصرة قبل يا أبو بلا مع الشاري. قد النخل بيها شعر، قد النخل بيها شعر، قد البشر بيها فكر، محتاجة حرية وخبز، محتاجة أوراق وحبر، يلنيتك مو صافية خليك بالبصرة حذر، فكرك إرهاب وطائفي وتقول هاي أفكاري، البصرة مو بصرة قبل يا أبو بلا مع الشاري. البصرة هاي أم النفط ما تشرب الماي العذب، البصرة هاي أم النفط ما تشرب الماي العذب، حرموها من شم الهوى والصيف هم حار ورطب، الما يهيم ببصرته ما اعتقد يعرف يحب، ليقول بصراوي ابد وهنا اهل وداري، البصرة مو بصرة قبل يا ابو بلا معي. الان نذهب اياكم الى موضوع جديد. موظفو عقود الكهرباء في محافظة ميسان يتظاهرون للمطالبة بتثبيتهم على بند الملاك الدائم. نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، نعم نعم للتثبيت، كلا كلا للظلم، كلا كلا للظلم، نعم نعم للعدالة، نعم نعم للعدالة، نعم نعم للمظلومين، نعم نعم للمظلومين، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق، نعم نعم للعراق. الآن نتابع جانبا من اعتصام العاملين في شبكات كهرباء المثنى للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم، لقطات أخرى ستعرض أمامكم الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن عقود شبكات وإنتاج المثنى، نسبة العقود بالشبكات وبالإنتاج ما يقارب من 80%. من 2007 لحد الآن ولا درجة وظيفية اجت لهاي الدوائر سواء للشبكات او الانتاج. احنا اليوم بلشنا اعتصام مفتوح لغرض المطالبة بتثبيتنا على الملاك الدائم. الغرض من اعتصامنا مو التأثير على العمل او ايقاف المحطات، الحمد لله المحطات اكو نسبة بعد من عندنا موجودين جاي تشتغل المحطات، بس احنا ما نريد نوصل مرحلة انه نطفي المحطات ونطلع ونأثر على الناس. احنا مطلبنا واحد وصريح، تثبيت العقود، عقود الانتاج وعقود شبكات المثنى اللي من 2007 لحد الان ولا عقد متعين، يعني تخيل 12 سنه واحد يخدم الدوله وهو ما متعين. زين، هل هذا يرضي وزير الكهرباء؟ هل هذا يرضي رئيس الوزراء؟ هل هذا يرضي الساده النواب؟ لقطات اخرى تظهر جانبا من تظاهرات الموظفين وفيها طالبوا بحقوقهم ووصفوا وعود الحكومات بالكاذبه. أحد موظفي عقود الكهرباء حاول إحراق نفسه أمام الشركة العامة للكهرباء. تعالوا نتابع. الله أكبر.
وخر عيسى عيسى وخر عيسى والله احنا مطالبنا اللي تبيد كافة العقود والأجراء صارت مع السنة كفاية 290 ألف راتبنا يعني أنا تعينت بعقد 30 سنة عمري وهسه 42 سنة عمري أربع أطفال عندي مليت كافي أحرق نفسي فدوة للعقود بس خلي ثبتونا كافي ملينا احنا اليوم وباكر وبس الأسبوع الجاي باب رأس الوزراء أنا أحرق نفسي تقبلون او ما تقبلون فدوة للعقود وانا اودي رسالة الحذر لعباد اللي اذانه الله ينتقم من كل واحد اذانه لعبادي والمالي حسبي الله واحنا نواجه احنا ندز رسالة رئيس الوزراء الجديد عادل عبد المهدي وزير الكهرباء نقول اذا ما ثبتونا ترى احنا اكبر عدو لكم الكهرباء نوقفها بالعراق كله كل العراق نوقف الكهرباء بيجي 95% عقود بالكهرباء ما عندنا موظفين دائمين غير بس الناس الشياب الكبار حتى شغل ما يشتغلون احنا جاي نشتغل واحنا من اجل الشعب العراقي ما جاي نطفي ولا جاي نخبر احنا دا نجي نص ونص يمشون العمل يعني اذا صارت هيجي كل احنا نوقف العمل والله كل احنا نوقف العمل وانا هاي قدام العالم كلها انا بس هاليومين هذه اذا انقرت الموازنه انا احرق نفسي ومو بس انا اكو جماعه حلفه ويجون يحرقون نفسهم قطع الاعناق وهم مسؤوليه كافه. الان الى موضوع اخر، احد المواطنين صور متخفيا مقطعا واظهر فيه كيف ان القوات الحكوميه تطالبه باتاوه حتى تسمح له بمرور. هذا المواطن يقول إن ارتفاع أسعار الأسماك بسبب الأتاوات وسيطرت الصفرة نموذجاً. تعالوا نتابع. كيف حجم الشغل اليوم؟ يعني مليانة كمية يعني كل والله ايش قد يدير؟ مليان افراد والله انا استاذ قمارق من صار السفرة اثرت على الشغل الحين قمارق السفرة تأثر عليكم؟ لأن قام تحمل الزرع قام تحمل نفقات هواي إضافية في تعب المواطن يتحمل في النتيجة يعني كنا قبل مضاعنا تقريبا اضعاف حاليا لا تراجع لان كليته قام يتحمل الزرع حملوه على السعر يتحمل المواطن بالاخير هي كليته علم من اللي استفاد منه؟ يعني اللي استفاد منه الافات الموجوده بالسيطرات يعني من اللي استفاد منه؟ المستفادين الافات بالسيطرات افات بالسيطرة إلى سيطرة سليمان بيك في صلاح الدين شمال بغداد تحديدا والتي تفرض هي الأخرى أتاوات على مواطنين بحسب ما تداول ونشر مرتد مواقع التواصل الاجتماعي. تعالوا نتابع معا. ما ليش خمسة؟ دين وصل ما ليش؟ جديد عليك مدرعة؟ ها؟ صار لنا أبو جد. هذا اللي يخاف. ما ليش؟ صار نسينا خمسة. السعر أنا والله. بنم جبنا والله. سنة كرا دنا في الصافي 300. سنة خمسة ما يدنا عفر. عندنا أمر هنا. أمر من من أمر من؟ من قاعدة العامة. أي قاعدة؟ أي. فهم فيك 300. من قاعدة. شاطر أنت. الله بارك الله الله عندي بعد يلا نعمة 5000 ولا 10 3000 اديني 5000 بس اربع عندي خذ فدوى الوجه يلا ولدي بس دبرك دبركم علي انا بعد يعني اقول لك جديد عليكم تمشي ها جديد عليكم ما ليش ما ادري مدير شيء جديد شنو هاي جديد على الخمسه يلا روح انشاف
سيطرة سليمان بيك. الآن إلى جولة في شوارع واسط بعد يومين من الأمطار التي حولت شوارعها إلى مسابح كما يقول نشطاء مواقع التواصل. الأطفال في البصرة يتجولون بالمياه بعد أن تحولت شوارعها إلى جداول مائية. وبسبب وجود الكثيرين من المسؤولين الذين لا يراعون ضمائرهم في بلادهم ولا يقومون بواجباتهم، بادر بعض العراقيين إلى التهكم على الواقع الحالي، خصوصا في ظل غزارة الأمطار وعدم جهوزية الشوارع لهذا الزائر السماوي. هوسة تهكمية على الحالة التي تعيشه المدن العراقية بعد يومين اثنين من المطر. نتابع. كيليا السطح قام يخر، أجل بنا كيليا السطح قام يخر، نكرف بالسطولة نترس ونشمر، ونكرف بالسطولة نترس ونشمر على الحالة شفتها حير، وعلى الحالة شفتها حير أخوتي. ها 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 غرقنا ويلي حبل يغرق ويانا، غرقنا ويلي حبل يغرق ويانا، غرقنا ويلي حبل غرقنا ويلي حبل. وإن ما تظنوها طرفة أحيانا ربما تصيب بعضكم في مقتل. إلى مواطن آخر يقول متهكما إن الأموال التي ضاعت بالمصرف المركزي أغرقتها الأمطار. والله طلعت الصبح ولقيت دني صحيح حسن رتبت، يقول لك المطر خير. ايه دني يمكن جايات من المصرف، من المصرف مال بيت العلاق. طلعت الصبح وهذا الشارع هاي الفلوس عمي، شوف ولو خردة قليلة بس هسه منها نعمة. قد ذنب على شقد؟ والله هسه تبت وبعدهم راح اصيد، راح اصيد غاد. والله دني راح الورد لان الثلاثة ونور، وهذا بالخامسة هذه. ايه وهذا بالخامسة. في آراءكم الآن، طلبت المرحلة الأولى في كلية الطب في جامعة بغداد يجلسون على الأرض لعدم وجود كراسي. تعالوا نشاهد معا هذه الصور التي تظهر الطلبة وهم يجلسون أرضا، يعني ما يزيد عن 10 طلاب يجلسون أرضا في هذه الجامعة للأسف. الآن نتابع وإياكم أبرز التعليقات وكيف تواصل وتعامل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الصورة، وكيف تفاعلوا معها، وكيف علقوا عليها. إلى التعليقات نذهب وإياكم. آدم يكتب: مع الأسف كيف هؤلاء يصبحون أطباء في المستقبل وهم يمرون بهذا الحال المزري لقاعة الدراسة. تساؤل
قد يعده الكثيرون من المواطنين مقبولا ومنطقيا وعادلا، ولكن ما من إجابة. إلى تعليق آخر. في التعليق التالي خالدة تكتب قرة عين وزير التعليم العالي. خالدة توجه الاتهام بالتقصير صراحة إلى وزير التربية والتعليم في الحكومة الحالية، والإجابة لديكم. أما لدينا تعليق آخر، الآن نذهب وإياكم إلي. العراقي علي يكتب: انطوهم من مال إيجار البرلمان أو من مال إيجار البرلمان أو من 7 مليارات اللي غيركن. أيضا هذا مقترح قد يميل معه البعض، لكنه يقودنا إلى تساؤلات أنتم من يعلمها. إلى التعليق الأخير أو ما قبل الأخير. نجوان تكتب منهج مدروس ومنظم لتدمير المجتمع والأجيال القادمة لعشرات السنين مقدما. إذن هي ترى نجوان أن هذه خطة من أجل تغييب المواطنين، هذا الجيل الصاعد، تغييبه عن حقوقه للأسف. الآن إلى التعليق الأخير نذهب وإياكم، وكتبته أم رضا تقول: حكومة تعبانة ملتهية بس تفرهد بالفلوس، تفكر بطلاب، تفكر بشعب. أكيد لا، كما يرى كثيرون من مرتادي مواقع التواصل. الآن إلى تويتر. وبعد هذه المعاناة الشعبية لسيما فئة الطلاب، نذهب إياكم إلى الهاشتاغ الذي نشط خلال الساعات القليلة السابقة، وهو هاشتاغ امتيازات النواب. 4 تغريدات نقرأها عليكم الآن. البداية ستكون مع هذه التغريدة. زهراء زهير تكتب: ما أعرف ليش السادة النواب مقتنعين بأن مناصبهم لازم تكون انعكاس لحياة الرفاهية والوجاهة والحميات وموكب سيارات وبيوت فخمة وولائم وفلوس بالهبل، والمصيبة يبرروها بأن هذا يخلي المواطن يحترمهم، ناسين أن الشعب يلعنهم بكل لحظة لأنهم خذلوه ونسوا أن وظيفتهم خدمة الناس. هذا ما تراه هذه السيدة. الآن نذهب وإياكم إلى تغريدة ثانية. في التغريدة التالية مهندس علي حسن يكتب: الدولة تأخذ من الطالب الصباح 150,000 والمساء 250,000 أجور سكن في الأقسام الداخلية، وإذا رسى بتصير ضعف عضو مجلس النواب، الدولة تنطيه 3 ملايين شهريا، احتمال يجي من محافظة وين يسكن خطية ولأن راتبه ما يكفي. هذه عدالتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. مقارنة يطرحها مواطن عراقي آخر عبر تويتر. الآن إلى التغريدة الثالثة نذهب وإياكم، وكتبها صديق يقول: البرلمان البريطاني عندما يقر امتيازات للنواب فإن هذه الامتيازات تعطى لنواب الدورة القادمة وليس الحالية، لأنه حسب رأيهم ليس من الأدب والأخلاق أن يجتمع النواب ويعطوا امتيازات ومخصصات لأنفسهم. مشاهدينا، بهذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام كل ما لدينا في عدد هذا اليوم من تواصل.com، ونعتذر عن قراءة التغريدة الأخيرة لضيق الوقت. نلتقيكم على خير في أوقات لاحقة. إلى اللقاء.